تواصل مع اهلك وقول لهم انا مخطوف طالبين فديه 20,000 دولار. انه انا دغري اول ما قلت له انه 20,000 شو؟ قال لي 20,000 دولار، كلمه زياده هيك هيك بقتلك. يعني انا رحت لهنيك كنت شخص، طلعت لهنيك شخص ثاني كليا. شخص ثاني كليا. يعني انه انا ما بعرف شو بدي خبرك ثاني. مرتي جابت من صفحه التيك توك وعليها صوت المفوضيه وعليها رقم تليفون انه تابع للامم لمفوضيه الامم للسفر. قالت لي انه بس وحدني ثلاثه حكيت معه وهذا، قمت قلت له اوكي اخذت الرقم، قال لي معك استاذ ميشيل مكتب الريان، بيجيني مسج على رقمي. مسج انه منه مفوضيه على السيد فلان فلاني انه بيروح على منطقه الجناح مشان يستلم كرت من هنيك كرمال بصمه العين والاجراءات هاي. بيوم الثاني الساعة 8 كنت بتحجز الكورة، وقت اللي اجى قال لي استاذ سليم قلت له نعم، قال لي جيت من طرف استاذ ميشيل كرمال نطلع على الجروب، نطلع بسيارة جولف بيضاء. طلعنا بالسيارة ورحنا على اساس انه الطريق على المبدا بيزعل حد المفوضية. على الطريق وصلنا صوب روبال زحلة، فأنا هون تذكرت انه المفوضية صارت ورا، قطعنا المفوضية من فترة قصيرة. قلت له سوري بس انه المفوضية الثانية صارت ورانا. وقت قلت لهم هيك يمكن شكوا او حسوا انه انا بلشت شك في شيء، انه هذا شيء مش طبيعي، حطوا السلاح بخصري، طلعوا السلاح حطوا بخصري. قال لي ولا كلمة، قلت له شو بدكم مني؟ مين انتم؟ قال لي ولا كلمة، بلا ما تطلع رصاصة من الطرف الثاني. بنزلوا لي راسي ورا الكرسي وبيحطوا على وجهي بالاسود، بيسحبوا فيني شيء ساعة ونص ساعتين بالطريق. بيوصلوا على مكان بينزلوني منه، بيدخلوني لجوا مثل شقة كبيرة كلها بابا حديد. بنزل انا وقتي بشيله عن راسي، بشوف حوالي في شيء بشي 7-8 ل10 اشخاص كلهم مسلحين، بيفوتوني على غرفه بيقولوا لي دغري بيحطوا سلاح براسي، سلاح ثيابك اللي هيطل، فبيفتشوا ثيابي، بياخذوا السنتور، بياخذوا الساعه، بياخذوا كل شيء مني، برجع بفتشوهم بيقولوا لي ارجع تقيس ثيابك، بنوصل بيقولوا لي ضل بالغرفه ما بدنا نسمع صوتك. يومين ما فتح علي الباب، بعد يومين تقريبا بيفتحوا الباب عشيه، بينزل راسي على الارض، بحط بقلب لي التيشيرت تبعي على وجهي، بغطي لي وجهي، بياخذني على غرفه كبيره كلها شاشات وكاميرا. بقول لي تواصل مع اهلك وقول لهم انا مخطوف طالبين فديه 20,000 دولار. انه انا دغري اول ما قلت له انه 20,000 شو؟ قال لي 20,000 دولار، كلمه زياده هيك بقتلك. وانا عم بحكي مع اهلي يطلعوني كف مثلا كف كثير قوي، انه خاف واهلي انه عم يستفزون اهلي بالصوات اللي عم بحكيهم تا يخافوا يأمنوا مصاري. وانا بعرف انه مستحيل تأمن هذا المبلغ، يعني ما في منين بده يجيبوا المبلغ ال 20,000 دولار منين تجي؟ على هدو مثله لمده 17 يوم على الحاله هاي، كل يوم بيطلعوني كف من هون لبطه من هون وانا عم بحكي تليفونات مثل الغير، يعني في كثير عالم مثلي كانوا جوا يعني بغرفه. دخلوني بعد 4 ايام، دخلوني على غرفه كان فيها 3 اشخاص كمان مخطوف قبل مني باربع خمس ايام 10 ايام له اكثر من 20 يوم، كمان انهم عائله، انهم زوجه، انهم اولاد مخطوفين مثلهم مثلي. وفي واحد هو ومرته كمان، كانت مرته معه زوجته كمان حطوه بغير غرفه كمان زيت الشيء، يقولوا له انت وجوزك اذا ما تحول المصاري راح نبيعكم اعضاء. طول هالفتره اللي انا 17 يوم فيها موجود عندهم هذا الشيء اللي عم بيصير معنا كان انا ولا الشباب اللي كانوا موجودين هنيك كلهم نفس الطريقه كمان، شيء مكتب النور، شيء مكتب الريان، شيء مكتب ما بعرف شو اسمه، كلهم على التيك توك وحتى في صفحات على الفيسبوك اجوا صوروني فيديو ربطوني بالجنزير وقالوا لي بتحكي 1-2-3 انه انا عم بتعذب وانا عم بموت وانا بدهم يقطعوني بدهم يبيعوني اعضاء اذا ما تحولت المصاري من هون لبكره ظهرية. هون ما عاد في مجال، تواصلت مع اهلي واهلي وقت تواصلوا معي قلت لهم انه بدهم يبيعوني اعضاء، انه اذا من هون لبكره ما بعودت المصاري رح يبيعوني اعضاء. وانا عم بحكي يهددوني بالقتل، بدنا نقتلك اذا ما تحولت المصاري لبكره رح نقتلك. اهلي بتدينوا من هون ومن هون، يعني توصلوا عالم وترشوا عالم وباسوا الايادي لحتى قدروا يطبوا هذا المبلغ. قالوا لي انه بتقولوا لاهلك هلا بنبعث لكم صوره عن الهويه من حدا من الممسوكين معنا يعني المخطوف، اخذوا هويه الشاب قالوا بتحولوه على هاي عن طريق الوجه تحويل وجه عن اي مكتب، تقولوا تحويل وجه المبلغ بيتحول
بس نستلم نحن المبلغ، نحن بنتركك ما بدنا معك شيء، انه بنتركك بس بدنا المصاري. بينفتح الباب بيقول لي تعال، بيقول لي تعال فين؟ تعال برا. قال لي هي هويتك واغراضك، نحن استلمنا المبلغ وهي اوراقك وهي اغراضك كاملين مكملين. قلت له ايه. قال لي بس اوراقك انت داخل شرعي على لبنان؟ قلت له ايه نعم. قال لي كمان حواجز الارمن، لانه اذا عرفوا انه انت اوراقك من صغيرين او في شيء بتروح فيهم. قلت له اكيد لا. قال لي بدك توصل على الاهل بخير وسلامه، حتى لو قطعت من الحواجز ما بتفتح تمك ولا كلمه، لانه بتروح انت اللي فيه، يعني ما حدا بيصلنا احنا. فبقول له تعي فين طلع معك؟ بيقطع فيني من الضيعه اللي كنت موجود فيها، بين البساتين ببلش رجع وبيقطع من الحواجز، حواجز سوريه، على كل حاجز في صوره صورتين لبشار الاسد وعلم السوري. اربع خمس حواجز او اربع حواجز كانوا. وقف الموتوسيكل قال لي دقيقة بس، دخل على محل وطلع قال لي هي بس اجار الطريق تتوصل على بيتك. ونزلنا هنيك، قال له لواحد من اصحابي من تيك توك، قال له بدك توصل لي الشط على فانات الهرمل. انا من فانات الهرمل طلعت فيهم على بيروت، يعني ما صدقت اني وصلت وشفت حدا من العائله، اول حدا من العائله هيك صغير شفته، طميته وبوظته ولفني وجاب ما صدق يعني، وسحب فيني على البيت. يعني ما صدقت اني وصلت، شفت اخوتي، شفت بي، وشفت امي. امي كانت وقت دخلت لجوا، امي كمان كانت منهاره بالارض. اهلي اول ما وصلت الخبريه بيوم الثاني راحوا قدموا شكوى بالمخفر، بيقول لهم انه مش طالع بايدنا شيء، دفعوا الفديه وطالعوا. المخطوفين معي كلهم سوريين، مجموعه اللي عم تخطف هن اغلبيتهم بعلبكيه، وفي معهم كم حدا سوري، بس البقيه كلهم شباب يعني بالعشرينات 25 كلهم. كتير صعب، يعني انا اتدمرت انه مبلغ ويعني دمرت العائله، دمرنا انا لحد هلا نفسيا متدمر، يعني انه حتى وقت بنزل على الشارع، وقت بنزل على الشارع بحسب انفع ساوي بتلفت يمين وشمال انه يكون عم يراقبوني، اني يعني مجرد انه انسان سوري. كل ما بصير مشكل مع حدا سوري بتلاقي هم الايام سوريين، بتبلش من اصغر حدا بالشارع للبلديه للمخافر للنواب للمسؤولين كله بشكل عام بيكون صريح معك. ببلدي كنت مضطهد، وهيدا البلد مضطهد فيه انا لاني سوري.